يبدو أن شخصا ما سيحصل على الكثير من الورق. أوه حسنا، أعتقد أن شخصا ما سيطلق عليه الرصاص. كيف تجرؤ؟ ألا تخجل؟ من فعلها؟ توم أعطني البندقية بسرعة. كيف لا تخجل؟ افعلها مرة أخرى وسوف تندم. انظر، الباب مفتوح، دعنا نذهب ونرى ماذا هناك. واو، الكثير من الأشياء المثيرة. ها هي كل الألعاب التي أخذتها منا. غريب، لماذا الباب مفتوح؟ يجب أن تكون المديرة سوزي هنا لنكتشف ماذا بداخل الخزنة. أوه، ماذا يجري هنا؟ سأفتح الخزنة أولاً. لذيذ، أنا أحب الآيس كريم، لكنني أحب باسكن روبنز أكثر. ما الذي أنتظره؟ حان وقت الأكل. هذا مذهل. آمل ألا تمنع كيت إذا جربت بعض الآيس كريم أيضاً. أبعد يديك، لن أتركك تلمسه حتى. ماذا ينتظرني؟ أوه يا له من كابوس، آيس كريم للبعض ولدي فلفل حار. يا فتيات لا يمكنني تحمله. استيقظ استيقظ. سأحاول ألا أشعل حريق. أوه يبدو أنني كنت مخطئاً. ماذا فعلت؟ أردت آيس كريم وليس ماء وسكر. أوه شعري، شعري المسكين. أنا بحاجة ماسة للاسترخاء ومعرفة ماذا يوجد في خزنتي الآن. إذا يبدو وكأنه مسدس، ربما بمساعدته يمكنني إيقاف هذا الحريق. حسناً، إنه يعمل حقاً. ولدي أيضاً ضيافة جديدة. باستخدامه يمكنني تجميد آيس كريم كيك مرة أخرى. واو، لقد نجحت بالفعل. لقد ساعدتني في إعادة الآيس كريم إلى طبيعته، لذلك دعونا نأكله معاً. هذه المرة سأكون الأول. هل هذا كل شيء؟ رائع. لطالما حلمت بسيارة مع جهاز تحكم عن بعد. أحدهم لديه سيارة وأنا لدي مخلب دجاج مقزز. أتمنى لك وجبة شهية. لماذا هذه العقوبة؟ أتمنى أن تكون أقدام الدجاج صحية على الأقل. لا، لقد اكتفيت. كيت، إنه دورك الآن. أنا حصلت على كاميرا، لكنها شوكولاتة. أوه رائع، لدي الآن خزنة شوكولاتة أيضاً. مذهل، كل الشكر للكاميرا. كيت، هل يمكنك صنع أقدام الدجاج من الشوكولاتة؟ روعة، شكراً. توم، سيارتك الغبية كادت أن تحطم الشوكولاتة. على الرغم لدي فكرة، يمكننا بناء برج، سيكون أجمل. ذقت ذرعا منك، هل تعرف ماذا سأفعل بهذه السيارة؟ كيت ساعديني. الآن لن تستطيع أن تقودها، فسوف آكلها بكل سرور. كيت، هل يمكنك صنع جهاز التحكم عن بعد شوكولاتي أيضا؟ روعة، تستطيعين صنع الشوكولاتة في كل العالم، إنه حلم. أتساءل ماذا في الخزنة هذه الجولة؟ لحم نيء، وهو لي أيضا. أتمنى ألا أشعر بالمرض بعد هذه القطعة. مقزز فقط، مرعب، ما زالت لم تقدم. في مثل هذه الحالات لدي الشوكة وسكين.
حسناً، دعنا نقطعها أخيراً. لا، حتى مع هذه السكين لا يبدو أنها تساعد. على ما يبدو لقد أفرطت في الأمر قليلاً. حسناً، حان وقت الأكل. أعتقد من الجيد أن تنتهي اللحوم. واو، إنها مشابهة جداً للعصا السحرية. أتساءل ماذا يمكنها أن تفعل؟ واو! أوه، احترق التيشيرت! أحتاج إلى تعليمات، العصا صعبة الاستخدام! لذلك من الأفضل إزالتها الآن من يدك! أنا لدي الدلو من الآيس كريم باسكن روبنز في خزنتي! يا فتيات، حتى لا تحلموا لن أشارك! أنا أخطط لأكلها وحدي! لدي ملعقة! أوه لا! أنا بحاجة لشيء آخر! على سبيل المثال ملعقة أكبر! أوه، في أحسن الأحوال لدي مصاصة حقيقية! كم هي لذيذة! أوه، لماذا أصبح الجو بارداً هنا؟ وحلقي يؤلمني! ربما ستساعدنا العصا! دعونا نكتشف! رائع، هذا يعمل! أوه، رأسي! ماذا فعلت؟ أنا مشتعل الآن! هذه لحظة رائعة لتحويل اللحم العادي إلى مشوي! هكذا! أخيراً سأتناول الغداء! كم هو لذيذ! كيف لا تخجلي من استغلال صديقك؟ هذا فظيع! توم، توقف! سأفتح الخزنة أولاً! واو، يا لها من فرحة! جرة كاملة من النوتيلا المفضلة لدي! هل تعرفي حتى كيف تفتحين المرطبان؟ لا تبكي، من الأفضل أن تجلس وتحسدني على حظي الرائع! هل أستطيع أن أجرب؟ ابتعد، خذ هذا! شكراً لك كيت، تبين أن توم كان ناقل الشوكولاتة، رائع! أوه، لدي مشكلة، يدي علقة في المرطبان! هذا ما تستحقه أيتها البخيلة! توقفوا عن الضحك، الأفضل أن تساعدوني! للأسف كيت سقطت، ولكن الآن النوتيلا لنا! وصلنا متأخرين، لم يتبقى شيء من الشوكولاتة! لا يوجد شيء أكثر روعة من عجينة الشوكولاتة يا رفاق! أنا أسعد شخص على وجه الأرض! أوكي! أوه لا، أنت سعيدة والعذاب الحقيقي ينتظرني! لأن لدي هذه السمكة الكريهة! هل تشعر بهذه الرائحة؟ ربما مذاقها مختلف! مقرف! سوزي ساعديني، لا يمكنني فعل ذلك! إذاً تريد مساعدتي؟ الآن سوف أساعدك! خذ هذا! لم أعتقد أنه سيكون من الممتع جداً ضرب الأسماك هكذا! توم، خذ بعض المساعدة الإضافية! ماذا ينتظرني في خزنتي؟ فارغة! غريب! هناك شيء متوهج! إنه يمتصني! ساعدوني! أين أنت يا كيت؟ أين ذهب الجميع؟ ماذا يوجد في هذه الخزنة؟ اشتركوا فيها هنا، فأنتم بالتأكيد لن تفوتوا التحديات التالية التي لا تقل روعة عن هذا، سيكون رائع ودعم!